يعني اجي لك عصران، يعني لسه كابتن محمد بيقول ان انت بتتحط في الاوقات الصعبه، ايه في القلب فين؟ لا القلب ميت الحمد لله قول لي يعني، كلمني عن الظروف اللي انت نزلت فيها طبعا، خاصه بعد اصابه احمد سعيد في ماتش فاينل، وكلمني عن اللحظات هي دي ونزلت بأني فكر. لحظه خروج احمد سعيد بالنسبه لي كانت صدمه. انا كنت مصدوم حتى لما وهو خارج فقال لي انا ما فيهاش حاجه، انزل يا عصام وكمل حاسس ان انت اتخضيت عليه. بصراحه فقال لي انزل وكمل، انا ما فيش اي حاجه، ما تقلقش من اي حاجه. فالحمد لله يعني نزلت وقدرت اعوض، يعني اكون يعني ما اثرش في حاجه مع الفريق. وبصراحه دي يعني روح الجماعه، بصراحه اول ما نزلت اللعيبه كلها جريت عليا فبيشجعوني وبيحمسوني. ده ساعدك، ده ساعدك ان انت ايه طبعا تخش في مود الماتش بالظبط كده المؤازره من زمايلك في الملعب وبره الملعب، دي ساعدتك بالظبط. عشان كان اول مشاركه ليا، فزمايلي كلهم بصراحه يعني ست لعيبه كلهم معايا، يعني مثلا عملت خطأ في نقطه فلا كله جاي يجري عليا ويهدى وعوض، يعني بصراحه كانت روح كويسه جدا. فبعد التايم اوت ارتحت شويه لما سعيد جريت عليه واطمنت، فقال لي ما تقلقش انا ما فيش اي حاجه، ما تقلقش عليا. فحاولت ايه اطمن شويه. بس احنا لما شفنا احمد سعيد وقع، الصراحه انا واحد من الناس توقعت ان هي يعني هتبقى حاجه في الركبه. انا بالظبط يعني انا منظر الوقعه بالبتاع ده بيبقى لينا رؤيه احنا برضه. هو حاول يهون عليا شويه، بس انا عارف احمد سعيد يعني قوي، انا عارف اللي هو قوي يعني يستحمل اي حاجه اللي هو يلعب. فبالنسبه اللي هو يخرج بره دي كانت صدمه بالنسبه لي. فالتفكير يعني كنت بفكر فيه دايما يعني وانا في الماتش، بس اللعيبه بصراحه والمدربين قالوا لي اتكلموا معايا واهدى وهو ما فيهوش اي حاجه انتوا علاقتكم والدنيا اصلا تمام. قويه جدا، انتوا يعني اكتر من اخوات يعني بره بالظبط الملعب وجوه الملعب، وتزاملتوا كتير وكمان في المعسكرات مع بعض. بالظبط فسعيد بالنسبه لك هو يعني مش بس زميل في الملعب، لا ده اخويا اخ يعني، بصراحه فانت كنت مفروض اخويا عليه بشكل فعلا. كبير، وفي الوقت اللي مطالب منك انت تنزل تشيل وتعوض، بالظبط فكان كده اختبار صعب ليك بس انت كنت قدها وقدود. الحمد لله. بس واخر انا نقطه يا افتكرت باشا يعني، بص الناس هتسيب البتاع تمسك معاك. النقطة دي كانت بسبب سعيد، عشان كان ايه اللي حصل؟ حمل يعني كان بيقعد يتكلم معايا ان احنا نطلع باريس ان شاء الله الاولمبيات. فلما انا جيت افتكرت في الجيم الرابع افتكرت كلامه بصراحة، يعني اللي هو لازم حمسك. نطلع الاولمبيات بصراحة وحمسني. فالحمد لله يعني قدرت ارجع تاني، وواحدة واحدة والحمد لله مع الفرقة كلها بصراحة الحمد لله ربنا كرمنا بالبطولة دي، اهم حاجة الحمد ده لله. وقدود. الحمد لله.